الحلقات الأولى اللي هي طبعا هذه الحلقة السادسة إذا أنا مش غلطان. ينعاد عليكم بصحة وسلامة وشهر رمضان الكريم لنا ولكم جميعا. الله يتقبل صيامكم وقيامكم ودعائكم. وهلأ صار وقت اللعب وضيع الوقت. فبشكل عام لعبنا لعبة اسمها Overwatch ولعبة ثانية اللي هي لعبة الملاكمة أو لعبة المصارعة اللي هي اسمها تكن 7 كان هو الجزء الأخير اللي نزل منها، بالإضافة إلى طبعا ألعاب ثانية مثل ليج أوف ليجندز وكمان في الألعاب البسيطة مثل ديس جام وكب هيد وأشياء زي هيك. طبعا راح نوفر لكم إياها، الأشياء رائعة جدا تشوفوها. بس الأحلى من هذا كلياته اليوم راح نورجيكم لعبة رهيبة جدا من أكبر الألعاب في عالم الرياضة الإلكترونية اللي هي مسميها لعبة دوتا 2. الجزء الثاني من نفس الاسم تبعتها اللي هي كانت دوتا أو ديفنس أوف دي إنشنز اللي موجودة كانت من قبل 2012. وهذه طبعا دوتا 2 نزلت معنا في سنة 2012 وجائزتها كانت من أكبر وأغلى الجوائز اللي بتشوفوها معنا في العالم ككل. بشكل بسيط لو بدي أشرح لكم الموضوع، هلا نشوف إحنا طبعا هذه بيسموها الباتل باس، عبارة عن تذكرة تستعملها عشان تحضر البطولة. هذه بطولة تشبه كأس العالم في اللعبة هذه. وجائزتها السنة اللي فاتت أوكي كانت 24 مليون دولار أمريكي لأول 16 فريق، تتوزع على 16 فريق. الفريق الأول فاز تقريبا بحدود ال 12 مليون أو 16 مليون إذا أنا مش غلطان. كان كل لاعب أخذ بحدود ال 2 مليون ونص او ال 2 مليون و 300 الف. كان اشي صراحه راقي جدا وممتاز فعلا، كان ولا اجمل من هيك. وطبعا هلا احنا بدينا التصفيات لهذه البطوله او بسموها ذا انترناشنال، ووصلت للان البرايس بول او الجائزه قيمتها 10 مليون دولار و200 الف. هذا اشي صراحه ممتاز جدا. التواريخ موجود عندكم هون على اليسار، بتشوفوا انه بشهر 6 14 ل 17 بيكون في عندكم التصفيات المفتوحه لكل الناس، ممكن يسجلوا فيها ويحاولوا سواء انت كنت فريق محترف او كنت فريق عادي. وبعد هذا كلياته كمان عندك التصفيات الاقليميه من 18 ل 25 يونيو. ثم ندخل الفرق اللي هي ما بيفوزوا واللي بيوصل للمرحلة هاي العالية، بيكونوا هم فقرة المجموعات أو مرحلة المجموعات من 15 إلى 18 أغسطس. ثم عندنا طبعا النهائيات واللعب الأخير. يا زلمة انتوا قاعدين بتطيحوا وبتطوحوا حولين راسي، أكثر من واحد هلأ جاي بيشيل الشاحن تبعه من عندي، لو فصل مع الخط والله ما لي دخل، والله ما لي دخل اوكي. هلا بجي اسميهم بالاسم، انا عندي ناس قاعدين فوق راسي، يعني انا انت الكاميرا مش مخليك تشوفه. ما علينا. طبعا المرحله النهائيه هتكون 5 ايام في شهر اغسطس من 20 ل 25. وهذه البرايس بول او هذه الجائزه النقديه كيف بتزيد؟ بشكل بسيط جدا، بكل لاعب او كل شخص او كل فرد حابب انه هو يشتري تذكره عشان يتفرج على هذه المباريات اونلاين من خلال اللعبة أو ممكن تتفرج عليها على اليوتيوب وتويتش، بشكل بسيط جدا حق التذكرة 10 دولار. كل تذكرة بتنشرها 2.5 دولار من هذه التذكرة بتروح إلى الباقة اللي هي تبعت سلة الجائزة. وطبعا انت ممكن تتخيلوا طبعا 25% من كل المبيعات بتروح لمصلحة الجائزة هذه، و75 بتروح لمصلحة الشركة. هلا في ناس غير ان هم بيشتروا التذاكر، في شيء تاني كمان بيعملوه، هو انه بتشتري تذكرة بعدين بتقدر تشتري تحصل على اشياء زي بيسموها زي منتجات او ان جيم كورنسي او ان جيم ايتمز، ممكن تعدل اسلوب اللعب، ما بتغير اللعب نفسه لكن ممكن شكلك انت في اللعبه بيختلف او بيكون شكله احلى، او ممكن توصل لمراحل عديده جدا ومنها طبعا هذه الجوائز اللي هي بتخلي شكلك هيك ممكن بيض بيضه مثلا بالاخت العزيز مش عارف انا، يعني هاي واحده منهم مثلا. وبعدين عندك كمان هذه طبعا زي انواع اللبس اللي انت ممكن تغير الشخصيه تبعتك كيف شكلها، وهذه كلها ايتمز او 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 قطع ممكن انت تحطها على الشخصية تبعتك وتحسن من شكلها. وفي منهم بيكون ذو مدة محدودة فبتيجي مثلا كل سنة مع هذه الفعالية فقط. فبشكل عام يعني طبعا انتم شايفين هاي اشكال حلوة كتير، ما بتغير اي اشي في اللعب نفسه ولكن في شكل الشخصية فقط. وفي طبعا شخصيات نادرة، في اشياء نادرة، في زين نادر بيكون انت ممكن تحصل عليه غيرك ما بيقدر يحصل عليه.
ومع كل ما بي... مع كل بيع او كل شراء لاي شيء 75% بتروح للشركه و25% تنضاف الى الباقه او سله شو اسمه الجائزه النقديه اللي السنه هذه هم متوقعين انه ممكن توصل ل 30 مليون دولار امريكي. انت بتحكي عن شباب بين العمر 16 الى ال 24 او 28 او 30 بيلعبوا على اعلى مستويات العالم، ومن ثم بيقلبوا بيصيروا مليون يعني مليونيريه، يعني اشي فعلا راقي جدا انه توصل للمرحله هاي، انه ما عاد اللاعبين المحترفين في الرياضه هم بس اللي بيحصلوا على جوائز، بيحصلوا على رواتب وعلى جوائز نقديه ضخمه جدا، العكس صار العاب الفيديو جيم فيها اللعب المنافس، وإشي رهيب جدا صراحه يعني يفتخر فيه انك انه اسمي حالي انا واحد من الجيمرز، وبالاضافه لكمان اني اوفر لكم إشي رائع جدا اللي هي خبره الاي سبورتس والكلام هذا كلياته. المهم هلا انا بدي اضيف صاحبي، حيكون معي صديقي أشرف مكي، هو اللي هيكون معنا هلا بالمباراة، بس أنا بجهز حالي على أساس إنه هو ينضم لإلنا، ومن ثم إحنا شو بنعمل، ومن ثم إحنا هلا بدنا ندخل على الجيم سريع سريع. شو بدنا نعمل؟ بدنا نلعب، أنا أظن يمكن نلعب تيربو، نحاول نلعب أنرانكت، نلعب تيربو أيوة. وطبعا هون انت عندكم الخرائط ممكن تلعبوها على كذا على كذا سيرفر، في عندك سيرفر بدبي، وكل ما كان السيرفر اقرب من المكان اللي انت بتلعب فيه بتكون الشبكه سريعه جدا، وبيكون في جدا قليل انك تعرف رده الفعل تبعتك او الكوماند اللي انت بتعمله، الامر اللي انت بتعمله للشخصيه بتلاقي رده الفعل سريعه جدا، فانت اول ما تعملها توصل معك في اقل من 3 ملي من الثانيه وبرد. اما لو بعدت مثلا على سيرفر في اوروبا بيختلف، بيصير في عندك 129 او 129 امس اللي هي ملي سكند او اللي هي يعني اقل يعني عشر من الثانيه تقريبا، هذه بتفرق كمان، بتعمل معك فرق كبير. المهم خلينا ندور على مباراه نشوف الوضع كيف. هلا احنا بس بنستنى وبعدين بدنا نضيف كمان اشرف يدخل معنا على ال مستنى هلا نشوف. بس طبعا احنا بياخذ وقت معنا لنلاقي وقت للمباراة، هو عادة بتاخذ دقيقة الى دقيقتين، دقيقة الى دقيقتين او دقيقة الى دقيقتين يعني على حسب، نشوف الوضع كيف. هلا كمان انا بدي اضيف صاحبي اشرف، خلينا بس نعمل فيريفيكيشن وندخله على الاب، وبعدين من ثم بيصير معنا هلا موجود. طبعا احنا عبال ما نلاقي جيم ممكن بكل بساطة ندخل ونتفرج على مباراة ثانية لين ما نكون احنا جاهزين انه ندخل على الجيم. هلا طبعا هذه اللعبة بشكل عام كنا بنلعبها، هي كثير متشابهة من ليج اوف ليجندز، اللي هي من ناحيه ان هي 5 ضد 5 وعندك خريطه ضخمه جدا فيها عندك كذا مسار، عندك هذه هي مثلا خروج، خلنا بس اعرف اتحكم انا بالكاميرا، شو الصوت اللي عليك طبعا قاعدين بخبطوا بعض هم هلا، احنا بس بنستنى لما وقت المباراه تبعتنا يكون شغال وسريع. نوطي صوت اللعبة أكثر ونعدل هذا من هون، نعدل هذا من هون عشان ما يكون الصوت عالي كتير. بعدين هلا شوف بشكل عام، هلا عندك هذه هي الانشنت تبعنا او هذا بيكون المقر تبعنا بيسميه الداير انشنت، وبعدين في عندك الناحية الثانية بيكون مثل ما انتم شايفين الشر ضد الخير، عندك هون احنا عندنا الشجر والطبيعة وكذا، بعدين هون عندك كمان هو ارض الاموات مثلا او ارض كذا، فمطلوب منك انه اللي على الناحية هذه يدافعوا عن هذه البناء هذا المبنى او هذا المقر، ويوصلوا لين الطريق كلياته لا يوصلوا لوين لاخر شيء لهون، ويحاولوا يدمروا هذه البناية. طبعا ما بيقدروا يوصلوا لها من دون ما يدمروا الابراج اللي موجوده هون، هذا البرج الاول، عاده بيكون في برج ثاني ولكن مثل ما انتم شايفين هي في برج ثاني ولكن هم مدمرينه. هلا اهم شيء انك تحاول تدمرها، اهم طبعا من انك تقتل الشخصيات اللي قدامك، ولكن مرات عشان تقدر توصل هتضطر انه انت تقتل حدا عشان تعرف توصل، لان هم هي طبعا هيدافعوا وهيحاولوا يوقفوك وانت كيف تتصرف. Boom, there it goes.
بس بدي أكد كمان أشوف إذا صوت اللعبة عالي ولا لا. أشوف حق تمام. طبعا في عندنا كمان خناقة كثير كبيرة، ولكن انعزل الشم عم بيلعب لحاله. مثل ما أنتم شايفين الفريق الأحمر هو اللي متقدم وعم بيلعب لعب أحسن بكثير. تمام، هلا بيرجع بحاول يدافعوا، لازم يحاولوا يشيلوا هذه هذا البرج ثم المباني هاي، وبعدين يدخلوا على المبنى الثاني. الشبين طبعا غلط انه هو يحاول يفوت لورا من هون، ولكن اوريدي هم واصلين لمرحله انهم اقوياء كثير، فما عندهم اي مشاكل انه ايش انه يحاولوا يرجع ورا خطوط العدو وانه يدمروا الشباب الموجودين. عندنا هجوم، انتم شايفين هلا كل واحد له شخصيه، طبعا هذه شخصيه هجوميه جدا بيدخل بيقعد يخبط فيهم، بالاضافه لكمان مساعد ثاني من الشباب الموجودين هون. وهيك هلا هذا شوف طلع كميه الضرر اللي قاعد بيعملوا عم يدمر فيهم. لا ممكن صعب انك توصل للمرحله اللي انت بدك اياها، في ناس بيعانوا انه يفهموا الموضوع هذا اذا انت ما بتلعب اللعبه هاي كثير، ولكن شايفين كميه الضربه. الله الله الله، مسح مسحوهم مسح. هلا الشباب بدهم يرجعوا يحاولوا يدافعوا. مباراتنا جاهزه، مباراتنا جاهزة. Your turn to ban. 5 seconds. Okay. انا هلا راح العب بالشخصيه اللي انا بحب العبها كثير اسمها فانتوم اساسا. هلا بختار الايتمز تبعتي. حلو، احنا هلا جاهزين نفوت على الجيم. ماشي. طيب انا هلا الشخصية تبعتي مين هتكون هلا؟ انا مين عندي معاي صاحبي؟ المفروض انه هو هذا شادوز. نعم. 30 seconds to battle. هلا دوري انا في اللعبة هاي، طبعا مثل ما شايفين انا راح المسار اللي تحت، دوري انا انه قد ما فيني اقتل من الجنود الصغار هدول عشان اعمل مصاري واجيب ذهب، على اساس انه شو اعمل؟ على اساس انه انه اوصل لمرحله قويه جدا، اني اصير قوي كثير في اللعبه واقدر ان انا اعمل اللي انا بدي اياه واقدر احمل الفريق تبعي، انه هذا دوري. فهم لازم انه يحموني باول المباراه، ومن ثم طبعا شو بصير بعدين؟ بصير انا عندي المجال انه انا اسوي ضرر عالي جدا. هلا عندنا كمان واحد من الشباب الثاني اسمه شادو فيند اللي قدامنا، هو بيلعب في الوسط واللي هي المسار الوسطاني، ودوره جدا مهم انه يحاول يدافع عن المنطقة اللي في النص ويحاول يتحكم بالمباراة. هو كمان هو بعد ما يوصل لمرحلة عالية ممكن ايش يصير؟ لو وضعه كان ماشي تمام وكل شيء حلو، بيجي بيحاول يساعدني انا في المسار اللي تحت، او بيطلع المسار اللي فوق، بيضمن ان احنا نفوز المباراة بكير. انه كل ما احنا فزنا المباراة باولها كل ما ساعدنا المجال انه نقدر نكون اقوى واقوى واقوى لقدام. اوكي. كمان هلا ممكن احنا نعمل ديناي.
الديناي اللي هو بشكل عام يعني بيخلي اللعيبة انه انا اتخلص منهم عشان ايش الفريق اللي قدامي ما يستفيد كتير من ال في عندنا شوية لاج او ديلي. هاي مش بايدنا عادي، هذه الشغلة بتكون حسب الاتصال. الو الو، هلا اشرف. هلا كان يومي يا سامعك يا حبيبي. اوكي عم بتعلق معي. وانتو هيك استسلاك ما شوي حمد. I mean okay sorry for the word. اه بدك تنتبه يا روحي. Yeah. Well. لا عم بتعلق. I'm loving this slow motion. لا بس هذا شكله من السيرفر طبعا، على حظنا الكلام هذا. اه مش الحل هلا. لا ما مش الحل، ما مش الحل ابدا. بس هذا الاتصال هذا مش من عندنا ابدا صح؟ مو ما لنا دخل احنا فيه. لا everyone is كل حد ملايق. الكل عم بيحكي كمان من الشات. Yeah. انا مسكر الشات عندي. طيب اذا هيك نطلع ولا شو بيصير ولا شو نعمل؟ لا عادي خليك. عاد نخبط فيهم هلا قد ما فينا. يا بي I think طلع اول واحد ولا فصل؟ لسه فصل بس. اوكي هو لو بعدنا عن المسار طيب بتغير شيء؟ لا ما بتغير، هو السيرفر هو اللي هيك. طبعا على حظنا احنا قاعدين نحكي على جيم دبي وكذا. طب لو طلعنا بيزبط بنعمل ريكونكت او شيء؟ I'm not sure. انت شو حضرتك من المملكة المتحدة؟ ايش هو هذا؟ من وين حضرتك انت؟ اوكي. من أوكي. ايوه. حاضر. ماشي. لا بس بتأكد يعني اوتوماتيكي يعني. لا اي ثينك لو نطلع هلا، لو طلعنا بيصير عندنا مشكله. فاست بوي طلع سالته قال لك ما تغير شيء، ما ردش ما عبرنيش. Your middle tower is under attack. I know it's not a plate of nachos or anything. Important to the game. تمام. هو هيك اصلا احنا كمان يعني يمكن خمس دقائق راح يكون عندنا فاصل سريع، فانه بناخذ الوقت هذا وبنحاول نعدل نشوف لو من عندنا محتاج اي نوع من التعديل. ما اظن هو من عندنا، بس انه على الاقل بنطلع من اللعبه وبنرجع نشبك مره ثانيه. انت ما تسألني كيف قاعد أسوي الدينايز؟ آه عم تزبط معك. هلا أنت بشكل عام فيك تشرح لنا شو بالضبط؟ لا هذا كتير عم بيعلق هيك. أنا هجرب أفصل وأرجع في كمان مرة. خلنا أرجع أشبك مرة تانية. حكالك فويد إذا مش الحال ولا لا؟ ما رد. لا نفس المشكلة.
حاولوا يمردغوني. حاولوا يمردغوك. انتبه. لا، يا ريتك ما عملت الستان، يا ريتك خليت الستان على هذا. I'm dying. I was كنت بموت قصدك. اجيب لك اياه؟ ايه يلا اضرب الستان عندك اياه؟ لا ما عندي زمان. خلص هلا بجيبه، بس محتاج اشوفه. نزل لتحته شكله، بكون او بكون طلع فوق اشي عشان بالليل فبقدر ينط وينزل. يمكن صح، احنا قاعدين بنعلق اصلا، فلو كان لنا الفرصة كنا عملناها. انت خلي معك مانجو اشرف، تعمل فرق. ما بحب، تعرفني ما بحب المانجو. ما حدش قالك تاكلها يعني، والله ما حد قالك تاكلها يا طنجرة. صارت احسن هلا. ايه ان شاء الله تضل هيك. بس كملنا من درار تاور. يا ربي على دمج الاكل. طب فيك ايش انت؟ خلاص رحت يعني تركني؟ ايش في ايش في ايش الاربعه اللي اجوا لهون؟ ايش في؟ معقول انا اللي عامل ميوت لكل الشات، فما بعرف اذا عم بيقولوا ميسنج ولا لا. اي ثينك لا، ما ولا هم ما حكوا اصلا. لا لا، ما حكوا، ما حكوش اي حاجه. يلا اعزائي المشاهدين، هناخذ احنا فاصل قصير جدا وبنرجع لكم بعد دقائق. طبعا احنا قاعدين نتدحدح، عمالين ناكل على راسنا ولا ايش يا شرف؟ اكيد طبعا، هذه هي اللعبه، لازم تاكل على راسك. ايوه هو ده الكلام. هذا شو صار له ديسكونكت يعني؟ هاتو هذا، كيف ما ما عم بيضيع كل الدمج اللي عندي هذا على الفاضي والله. انا كيف لسه عايش؟ غريب، غريب امرك، شرودا غريب امرك يا هذا عن جد. طبعا كميه الضرر اللي احنا قاعدين ناكله مش حلو، مش حلو. انا مش حلو. وبعدين طبعا كمان التردد في الشبكة هاي كمان مش حلو ابدا الشعور هذا. انا جاي هيني روح.
وينك اشرف؟ يلا مش عم بيموت حدا يا زلمة ولا اشي. هلا انا معي اشرف، بس يصير معي البلاكينج بار بصير قادر اني اعمل هذا. سمعني يا اشرف؟ انا صار لي ساعة ميوتد وبحكي مع حالي علي ما علي سوكي. بتصير تصير احسن عائلات حبيبي. لو سمعنا اي نوع من الماب كنترول لازم ما انا عندي 50% ايفيجن وعم باكل ضرب كثير عالي. أنا راح أفرم شيء. واو هذا وكله إلوجن كمان، يا ريته. شو بدي اجيب هلا؟ هلا اجيب سيتانيك؟ لا مو سيتانيك، لازم اجيب باشر. اي ثينك مان في كثير ايتمز جديدة، صار لي زمان ما لعبت ال عرفنا هلا مين الحقيقي؟ لا لسه في ورانا. تعال 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 هون، تعال بسرعة. لا مش معقول هيك، حتى مع البي كي بي ما بيصير لي شيء. اذا ما حد عم بيموت يا عمي ما حد عم بيموت. والله ما حد عم بيموت. مش منظر يعني، مش فكره، مش قله ادب. ولا كريت ولا يحزنون. زودوها والله. هذا اوجر هلا فجأة يا عيني. يا حرام. سويت سيبسيس. يلا اشرب.
انتبه جيت باك. خلينا نروح توب. يلا انا جاي. Your top tower is under siege. Your top tower has been denied. This should impress all the people who doubted you at the comic book store. More Your top tower is under attack. Radiant has fortified its structures. I'm soft on the eye. It is not done yet. كريت مره يا زلمه. مليت من الحكي. على فكره ما لازم نلعب تربو صح؟ ولا مرة لعبتها الصراحة. ما هو بتلاقي واحد بيصير له سنو بول او معك فريق مش كتير شاطر او شيء زي هيك خلص بطل الموضوع منطقي. Your top barracks is under defend, attack. Defend barracks, defend barracks, defend barracks. You're really losing now. Or winning. Well, back to my Mad Libs. So, we'll take Pipe of Insight. كويس. عندي يا. يا أنا. عم بقول شو عندك يعني. هلا شو بدي اجيب؟ بدي اجيب باشر. لا لازم ارجع، ما في داعي اكمل برا. قلت لك بنفوز الجيم؟ صعبة. ممكن بس صعبة. سبكتر هو اللي حيكون الخصم. انا بقدر اسبكتر قوي. انا بقدر اسبكتر. اذا انت بتمسك لي انا بقدر عليه. بس الريتيرن دامج تبعه. لا انا عندي كمية لايف ستيل عليه كثير صراحة. طيب. طيب نعود نورد برا شوي. لاج رجع.
Your middle barracks is being attacked. Murder spree. In my dreams. ما بعرف كيف عشت بس ما علينا. يا الله على اللاج، يا الله على ال على على الاتصال شوان. انت بتحكي مش عارف كيف عشت، انا كيف اللي احكي كيف عشت. دجوك الجوك الاليم. I have to commend myself for that. اي برافو، ليش لا؟ انت جوكي فاصليني. هلا الوضع صعب، صعب شوي كثير، صح؟ يس نعم. لحالي اروح على هذا؟ ما تروح لحالك. انا بقدر علي لحالي يعني لو رحت عليه. شانو اخذوا وينهم هلا بيكونوا؟ انا عندي سلوت لتو ايتمز لسه، لون ايتم هلا صار عندي الابيسل. عفدوا علينا. لا عفدوا علينا منيح كمان، مش اي كلام. زيك لساته صاحي؟ ما بعرف والله، كان بلعب قبل شوية بس ما بعرف. يا حرام 107 ثواني لا الشادو فيند ليرجع. ما سوى باي باك على الخط؟ لا اكل التي من نكرو. لقد تمردغنا. يب. يلا جود جيم. وهذه أول مباراة كانت خسارة قوية جدا. افتح حماية، افتح حماية عادي. فك الجيبة. الزيجا أظن مش موجود. لا قريت الباست. ليش؟ الب...
باتل باس ايه جبته جبت ال ليفل 75 ولا ال... لا عادية بس جبت الجيم. هتعمل تدربه كمان مرة؟ خليها تربو ننوع نخليها زي ما هي، وعشان لو بدنا نغير الشخصيات لو بدنا كذا ممكن يعني نعمل اللي احنا عايزينه. طيب بس بدنا نلعب جد احنا، ها احنا ليش كنا بنلعب ابقى بنلعب جد؟ لا لا احنا كناش نلعب جد، احنا ليش خسرنا كناش نلعب جد، نمزح هادين. يس يس شور هذا اللي هذا اللي كان بصير. وينك وينك شور وينك غمز غمزة. ايوه حتى الاداء تبعنا في المباراه هذه كان سيء للغايه. الجولد بير مينت عندي كان 785. انا اقل كنت من نايت ستوكر، مش معقول. بس على واحد عندنا بالفريق كان شادو فين اللي هو بالميدلين. نظبط بس السماعة نشوف انت مين هلا حابب تلعب، نشوف مين الشخصيات اللي احنا راح نختارها اليوم. مش عارف يمكن العب دازل، ممكن دازل. شو بدك العب انا، لونا ولا مدوسة؟ العب اي شيء، العب كاري ألعب يعني اي انت تلعب شيء سبورت ولا العب طج؟ لا دخيلك ما بتثق فيه؟ لا بثق فيك كثير مش شوي بس. لا اي ايوه هيك اخذ لونا، هاخذ لونا شكلي. خذ لونا خلاص يلا تعال معي بوت و وليتس جو. Your favorite part. 5 seconds. Which doctor ولا دازل؟ دازل. بس يابا. بنسوي أجواء رمضانية. Ten seconds to go. Five seconds. يا عمي في ability بتخليني أعمل اللوسنت بيم كل ثانيتين، بس معناته لازم يكون عندي مانا كتير. طيب ايش بتسمعني كلام انه اجيب مانا بوتس وهيك اشياء؟ لا مو مانا بوتس هتعمل ليها كل قد ايه؟ بقول لك كل ثانيتين. مانا بوتس تبعتك بتعطيني يا دوب 100 مانا كل 55 ثانية يمكن. نوفا could use a snap. نوفا؟ يلا 250 يلا. This should be interesting. ايش اللي انت لابسه؟ ايش اللبس الحلو؟ الله طلع صوت الشمس. لا لا هلا كمان هالمرة أنا راكب تلنين ومعصب. مين عنا يا بيي؟ شوف مين ضدنا أشرف. هتموت يب 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 ارجع ارجع ارجع. Well, hope you like bloodbaths.
blessings upon a loyal warrior. أول شيء بدي أجيب أنا هو ال دراجون لانس. أنا بدنا نجيب واند إحنا. صح، في إشي اسمه واند. Your top tower is under attack. يا عمي خلنا نشيل الويف. طيب اي اي اضرب اضرب لما لما, لما يضربني اضربه. لما يضربني ارجع ارجع لما يضربني اضربه. احنا بدنا ننتبه هلا. هات تانجو بدهم يعملوا دايف. يا الله وعندهم تينكر كمان. لازم هلا نحاول نلعب الجيم سيف قد ما فينا. حاول افرم انا ما فينا نكون اجريسيف. اوب 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 شرده 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 شرده. لا مع بلينك كمان. تربو فلوس اكثر كل شيء اكثر. بس مش لهالدرجة يعني. هيل
Help. Shall we? Your bottom tower looks fantastic, by the way. Very fire covered. Your bottom tower has fallen. Is that it? The moon smiles upon me. يلا اجى تاسك يا حبيبي. اصبر يا اشرف، انت ليش عم تشيل الويف؟ على فكرة مستعمك زعمت هيك. I was healing you. مش قصدي. اه طيب ماشي. Your top tower has been destroyed. I'm not ready. I'm done being. The enemy's bottom tower has been destroyed. Poor wee thing. هلا تلعب عندك؟ شو عم بيصير اليوم بالسيرفرز؟ مش عارف، يمكن ابديت او ابديت. يمكن. They will find my blade sharp and cruel. ابو 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 وينك وينك؟ safe with me. Shadow wave. Radiant has fortified its structures. Unworthy. Your middle tower has been destroyed. سويت الالتي تبعتي بالغلط. حلو. Dark light. من عندنا هناك ما في هذا هون. نرجع لتحت. نعم. ورانا حدا جرين. مين جرين هذا؟ For one. Unworthy. خربط الكبسات.
Your middle tower is being attacked. ما بنصح ترجع، ما بنصح. بدي أورد. ما استنى شوي، مش تورد هلا، مش موجودين احنا. ومش معي ألتي، حتى لو مسكناه ما هنقدر نعمل شيء. فيك تجيب لنا فور ستاف هالجيم؟ شور. انسايد ما جات. حرام. لا وين الجريف؟ ما هذاك قاعد يسوينا بنا باخر مرتين واربعة صح؟ طلع الاهبل هذا كمان. يا دفين جزر بتاعت الجار. Your middle tower is under attack. Radiant structures have been fortified. They will fear me! Go away! Your bottom tower is under attack. Dire has fortified its structures. The moon waxes and my mercy wanes. انت وين رحت؟ راحت بط. ما انت رحت هجم علي ريكي. صراحة انا ما عندي فكرة شو الشباب بعدين بيعملوا، لكن كل واحد صراحة بيلعب لحاله. انا حابب ان انا اشرح العمل بيصير، بس يعني هي دحدحة العمل بيصير، انا عمل بتبهدله وباكل على راسي. طلع هذا كمان. لكل واحد في عنده حل. اذا ما والله العظيم انا حاسس ان انا بلعب ضد شباب عم يحضروا حالهم ذا الانترناشنال. يعني كيف انا لسه ليفل 14؟ يا الهي ارحمني. Your top tower is under siege. يا دين أمي! لا مش معقول هيك يا زلمة، ما معقول ما معقول ما معقول ما معقول. قاعدين نلعب مع شوية متخلفين صراحة. يعني حرام هيك، والله والله حرام. كذا جيم قاعدين نلعبه ولا واحد عم بيلعب زي العالم الناس. اهلا وسهلا فيكم في لعبة التاتو مع احسن اللعيبة.
especially those days when you and your top barracks are being attacked. I missed you. The one celebrating. Your top barracks has fallen. I'm obsessed. Your top barracks has grown strong. It's like a ring of fire. انت بعيد بعيد بعيد. انت ليش جبت جريمر كيب؟ عشان اتخبى. ما قلتلك فرصة احسن لك ما كانت اولريدي بمشاري هذا. شوف كده اميرة مبيعها شين الله الله. Well, 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 well. Your middle tower has fallen. Task دخلني معاه ليش؟ ليش؟ وانا مسألة المشكلة حتى مش معاي باي باك عبد الفقير يا زلمة والله مش معاي شيء. هذا شوف هذا الثاني 4000 اتش بي انا هرتي 2000 هذا 4000. Your middle tower is under siege. Your middle tower is under attack. Interesting. Adam Khayyam عندنا هذا. Radiant has fortified its structures. Your middle tower is under siege. Your middle tower has been destroyed. Your ancient's getting destroyed. Your bottom barracks has fallen. Your enemy has spawned new spines. Wow! Your ancient is under attack. Wow! Victory goes to die. كمية الدمج اللي بيعمله مش طبيعي. يلا الثالثة سابقة. إن شاء الله بس مش هنلعب تربو هالمرة. منيح انا بس سويت 4000 جولد بس. يا حرام يا حرام اللي صار فيني يا حرام. تفرج نشوف هالجيم عبود تبك. The winter worm. Dire's bottom tower is under siege. Dire's bottom tower is under attack. Yes, yes. Oh, that was a great match. So, عطها دبي بالغلط. لا لا ما في داعي سيرفر. يصير فينا مثل ما صار الجيم الاول. شوف الايتمز اللي عندهم 20 دقيقة. The rune of invisibility. Never refuse gold. Ember Spirit عم بيبني Radiance مع Yule Scepter مع Mjolnir هلا بده يجيب كمان Lincoln Sphere. هو حد فهم حاجة؟ يا ربي على الدمج.
أربعة طلع خبطوا فيها لما يفوتوا على أمبر. حلوة كتير، ملعوبة بس احتمال يموت صراحة. فعلا كله فقع. مات بالبيس. لا ما مات. هيدن على ميرانا كمان، بس عندهم كومبو حلو صراحة، ميرانا وانت وايفرن مورفلينج وباكنا بيشتغلوا مع بعض كثير كويس. عندك الدكريفاي وعندك كمان الايثري بليد. يلا ما انا الشبس اللي باكله هلا كان اعداد فردية. حرام. هجرب حظي مع فانتوم اساسن مرة تانية. انا نفس الاشي فانشفل. اوكي يلا اوكي، بس لازم نكون اجريسيف. اكيد طبعا، ليش لا؟ ليش لا؟ your pick take your time. حلو. your pick. try not to embarrass yourself. واو شفت التون تبعت فانتوم اساسن اللي بليفل 220؟ لا 210. شوف الليفل 210 كيف شكله. انا قاعد افتح تريجرز. كم مش اسمه؟ شو الليفل تبعك؟ اعمل لي جيفت لفانتوم اساسن لو اجت لك كذا واحدة. الامورتل تبع فانتوم اساسن لو ما انت مفروض انه عندك كثير هلا. اي امورتل؟ الرير تبعتها حبيبي. والله؟ لا مو بس رير، ما في منها اشي تاني؟ ريك اللي فيه ثانية الترا رير كمان، وعندك البونس ريورد تبعت الامبلم هذه كوزميكلي رير. قولي لمن لازم اختار. لازم تختار. طب عندنا أبادون شادو ديمن هلا بده يخلينا هو ميت اي ثينك. يا أبادون لن أيأس. ها اوكي سوري. لا ملعوبة حلوة ما عجبتني، لا بأس فيها. ألف لك إياها. لا تزودهاش.
أهلا، ألو، مين معي؟ هاي، أخيرا هنبدأ الجيم. اسمع، هالمرة بدنا نركض، أوكي؟ هنبدأ نلعب جد، نلعب جد منيح، نلعب جد 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 يعني، أوكي؟ وخلص بطل عندي أي نوع من المصاري إن أنا شو اسمه، هو هي مش مصاري، هذه التوكنز اللي هي العملة تبعت البطولة. اوكي بريدكشن، انا هم بريدكشن كمان. لونا 4 سكسسفل، 4 بريدكشنز ورا بعض. عندنا شادو ديمون ابدون. اشرف وينك؟ تحرك يلا. Were you expecting me? تعال تطلع فوق. ها، انا هحاول اخذ الهاتف. Well, if you say so. يلا على هاي. رفع هاد. عندك مانجو؟ برافو أشرف. اي لف شرف انت وين؟ يلا فوت على ويند رينجر كمان مرة. يا عيني. ادخل عليها. لا انا سويت نعم. فانتازيا
اوكي هلا بداية موفقة مش سيئة ابدا ابدا ابدا. هلا بس بدنا ناخذ فاصل قصير يا شباب. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هلا احنا لسه يعني هلا 11 دقيقه والنتيجه 10-6 10-11 ولسه خسرانين يعني بس انه الوضع صعب الوضع مش كثير صعب اكشلي ممكن ستيل دوت ممكن نعمل لان عندنا هلا الشخصيه اللي راح يربحنا المباراه هو هذا هاسكر. هاسكر عنده تحمل ودفاع عالي جدا 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 من باتجاه الضربات السحريه بدل ضربه الفيزيكال يعني بسموها. عندنا شب تاني هون موجود. Your middle tower is under attack. Is that something you cared about? اخذ واحدة من هدول ممكن تساعدنا شوي صغيرة. consumes a charge block كذا 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 over 50 منيح خلي معنا واحدة وبالمرة كمان ناخذ الهاي. Your middle tower is under siege. هلا صار عندنا البلايستون كمان هي الايتم بجيبها قبل الديزليتر. الديزليتر عادة بتنزل من الدرع او الارمر تبع اللاعب اللي قدامي فاذا كنت ويويويويويوي لونا وراكم لونا Your bottom tower is being attacked. عندك أي نوع من الهيلينج؟ لا. No. قلتك بنلاقي الريجنريشن هون؟ لا. أول.
الجيم هذا كثير صعب لإلي أنا، بداية كثير صعبة. هلا لازم انا ايش العب؟ العب خفيف، اخذ بالي، انتبه، وبعدين يعني هيصير الوضع احسن كمان لإلي، بس انه لازم اكون منتبه. الله، لازم افرق منيح كمان. حط على سايلنت مان. Dire has fortified its structures. Find the Zeus horn. لازم نلاقي، انت لازم تجيب ايتمز عشان تقدر تقفل اكس بعدين. عارف؟ لا بس اكس مش مشكلة، عندنا هاسكر هو بيعرف يتصرف معه، لانه اكس انا هيكون لي انا مشكلة، انا لازم اركز اكثر شيء على زوس واوغر. شوف كيف هاسكر، هاسكر خرافي. انت ممتاز الوردز اللي انت حطيتها هون لعيون هذول، اذا انت اللي حطيتهم يعني. ثانك يو. مش انت اللي حطيتهم شكلك. شكرا قصدك. لا لا انا، لا هذه مش انا. Who's pink and the pink one? Dire structures have been fortified. أرجع أفرم شوي. تروح عند جعفر شوي؟ إيش؟ أروح أفرم شوي. أروح عند جعفر.
ايش 100 جحش؟ كيف صارت؟ كيف طلعت معك هاي؟ Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack. I know, I don't care either. Didn't stand a chance. اروح عند جعفر شوي. هاي كيف طلعت معك؟ ما تسأل، ما احكي صار عندك صاحب اسمه جعفر او صاحب اسمه جعفر. هلا في ناس احنا بنعرفهم اسمه جعفر بس مش هيك يعني. اوكي انا سمعتها زعتر على الوظيفة، لازم اروح اتصحر. مزعتر انت، شكلك جعان انت. عندك اي نوع من الهيلث انت؟ اوه The enemy's top tower has been destroyed. ده السكور هلا عنا. يا رب حتى حصل فيها. يا ويله ما هذا الذي يحصل؟ والله طالما في حدا قدام معنا. لقد تناولوا المقتول يا بني. اوه تيم وايب، هاد عندهم اوجر بيعمل سبليت بوش. اه رات جورال. مين؟ بقول لك رات جورال. اه صح. Your bottom tower has been destroyed. Your middle tower is being attacked. اه اسمع، هذه مش تربو صح؟ لا عادية. انا
تالي انا باقي لي 700 جول تقريبا يكون عند البي كي بي. حلو كتير السواب هاي، حلوة كتير. Thank you. تشكرات أفندم. فرقنا كلنا. ويلاه يا لونا، ماذا حصل بك؟ لا لا ما تقدر راح اموت. ما صراحه استخسرت استعمل البلاكينج بار. استناني خلينا نعمل بلينك عليك. Thanks. أنا استفدت أي شيء. The enemy's bottom barracks has fallen. You have spawned mega creeps. My agents are running. Not the yet. Enemy's middle tower has fallen. Well, aren't you the little hero of the farm? والله جود جيم. دخلنا على الميز، دخلنا على النافورة يا خال. في اي اركيد مودز حلوين هلا اشرف؟ نعم في اركيد مودز حلوين اللي هي الكاستم لوبيز هذول. ما والله ما بعرف، ما صار لي زمان ما لعبت اللعبة زمان وزهوما وكل شيء بدك فيه. والله ازازل كومنت دي. ثانك يو ازازل. انا بسوي كومنت بعد، انا بسوي كومنت. شكرا. شو كنت تلعبها هلا؟ اوفر ثرو. شو هي اوفر ثرو؟ حلوه؟ نزلها نزلها خلينا نجربها. وين؟ كيف بنزل؟ عملت لها انستول؟ عندي اوكي ممتاز.
which the overthrow والله ما نعرف هي اكيد مش نفس الخريطة اللي احنا عندنا اللي احنا نعرفها صح؟ ما اظن يمكن اخذ نكروفوس ولا اخذ لينا والله اللي بدك اياه انا مش عارف أنا هاخد الكيمست الكيمست؟ ليش؟ ما بعرف يا هو يا بج اختار بج يلا روح بج بج باند ليه؟ الكيمست اتس ايش هذا انا اخترت ودخلت على ما على بظن كل واحد مع نفسه معقولة لازم تجيب 25 بوينت ولا 25 كل شيء هيك اوكي فما تختار والله ما انا عارف ايش هذا؟ هذا جرافي بدروب؟ كيف معاه دبل دامج هذا؟ ايه؟ انا غلطت يا معلم ما كنتش لازم اخذ هذا الكيمست تعال هنا هو ليش الكل بيعفد علي قاعد ترى للكل ترى للكل على ما اظن ممكن تلاقي ايتمز على الارض انت تستعملهم بدل ما تشتري يا زلمه انا ايش حاسس باللعبه ايش حاسس باي جيم انا بلعبه هذا وانت كين هلا كيف عندك دبل دامج لقيت على الارض ليش ما بقدر اضرب ال الهات تبعك تعال تعال خلينا تعال وين راح
لا لا انا اسف. أنا عندي 5 أسيست والله حرام. أيوة صار لنا هيست. لا هيست I'm under attack. يا من فلوطي انا ما اخذ اسوأ هيرو ممكن تاخده في لهيك مود. صحيح. انا مش عارف ليه خطر على بالك هالهيرو. ما كنت عارف اسم نسيت ايش المود الاهبل هذا. كله بسرق لي قاعد. انا باكل على راسي قاعد. انا مش عم بعمل اي شيء. مش عارف ايش اسوي. It's not time yet. I'm not ready. يا اخي هذا بضل ياخذ الايتم مش طبيعي. مش معقول هاللعبة. مش معقول. مش طبيعي يا زلمة. عم بيصير فينا. انا الحمد لله لسه زيرو بوينت يا سيدي. هلا احنا اصلا باقي 8 دقايق على المباراة، ولكن البرنامج للاسف الحلقة هذه يعني لازم نختمها، والمخرج بيقول لي يلا حبيبي قول باي باي عشان ايش الامامير الحلوين يعرفوا يروح يناموا. فالمهم يعني بكل بساطة اعزائي المشاهدين يعطيكم الف عافية، شكرا كثير لوقتكم معنا، وان شاء الله رب العالمين بكرة احنا راح نكون موجودين مرة اخرى.